بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على برنامج بينت دوت نت. ده برنامج بديل لفوتوشوب ومجاني واوبن سورس وسهل التعامل معاه. يعني اللي اشتغل على برنامج الفوتوشوب هيلاقي البرنامج ده سهل وبسيط ومفيش اي مشاكل خالص. هتلاقي مثلا لو احنا عايزين نرسم مثلا بالفرشة اي حاجة، هتلاقي هنا هنختار السمك بتاع الفرشة ونبدأ نرسم زي ما احنا عايزين. نقدر نختار اي لون احنا عايزينه من هنا، نختار الفيلد هيبقى عامل ازاي، هنختار مثلا هنرسم طريقة الرسم بتاعته ازاي. عايزين مثلا نفتح اي صورة نعدل فيها، فهقول له اوبن وابدأ اختار الصورة اللي انا عايزها. وليكن مثلا الصورة ديت، هبدأ اقول مثلا عايز اعمل سيلكت لجزء معين دائري مثلا اهو، اقدر اخد كوبي بيست هنا. ده الهيستوري بتاعي، اقدر ارجع في الامر زي ما انا عايز. هنا دي بكرة الالوان اللي انا عايز اختار اللون اللي انا عايزه، وانا ممكن اختار الالوان البريماري او السكندري. ابدا اختار مثلا عايز لون معين بالار جي بي، اقدر اختار اللي انا عايزه. انا اقدر برضو اظبط الليرات، اعمل اي لير انا عايزها. مثلا هقول له حط لي لير تانية هنا بحيث اقدر اخفيها واظهرها زي ما انا عايز. اقدر ان انا اتحكم في اعمل مؤثرات، مثلا اقول له مثلا عايز اضيف اي مؤثر، اقول لكم مثلا بالشكل دوت. حس ان في جزء معين مثلا هو الواضح والباقي فيه ضبابية عليه زي ما انا عايز. البرنامج فيه مؤثرات قوية نقدر نستغلها ونشتغل بيها، ممكن نطبق مثلا الجلو عليها. بالشكل دوت زي ما احنا قلنا البرنامج مجاني فري، مش هتدفع فلوس ولا هتضرب كراك ولا حاجه خالص، مجرد ان انت هتحمله من على النت وتشتغل بيه. وبيشتغل على الويندوز وبيشتغل على ابل ماكنتوش وبيشتغل على لينكس بدون اي مشاكل خالص. وفي زي ما انت عايز، ممكن مثلا عايز تملى لون معين بالشكل دوت، تقدر تتحكم في الملو بتاعك هتبقى عامل ازاي، تقدر تعمل تدرج لوني زي ما انت عايز، تقدر تختار شكل التدرج والالوان اللي انت عايزها، ولو عايز فيه تكرار. يعني في حاجات اصلا ممكن ما تلاقيش في الفوتوشوب، بس هو محتاج تديله فرصته كده، تقعد 3 4 ساعات كده تشتغل بيه، وان شاء الله يعجبك وتكمل معاه مسيرة الحياة.